عدنا مسيو حساوي إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجلسات العمومية قد يكون حضور مرعب شوية. على الأقل أنا. هو مصدقة بنعم. جماعة جماعة سيفو بلي احصوا عدد الأصوات بنعم ب 86 صوت نعم. إذا كان الجلسة العامة اليوم قصر وتدخل وين من السيد عبيد عمر من السيد هاشمي فيصل استثني. بالنسبة لوضعية الاتحاد الجزائري حاولنا أنه بحكمة اليوم نوصل بهذه الجلسة لبر الأمان فيه معناتها تضافر جهود وزارة الرياضة اللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الدولي وأنا اليوم حاولت أنه نوفق ما بين انتظارات جميع هذه الأطراف. الحقيقة شفت نضج كبير من الحضور حضور اليوم واعي أنه عنده كلمته بالنسبة للأعضاء الجلسة العمومية وأظن أنه في الأخر حتى نتيجة التصويت تبين أنه الأعضاء رشحوا المصلحة العامة لكرة اليد الجزائرية. أنا باش نعمل تقريري. كنت مرتاح اليوم في هذه الجلسة. الاتحاد الدولي لكرة اليد في الأخير هو اللي باش يحسم باش يعطي معناتها التأشيرة لعقد الانتخابات وأنا متفائل في خصوص هذه النقطة لأنه أنا في تواصل تام وعندي صلاحيات مفوض من الاتحاد الدولي لاتخاذ جميع القرارات على عين المكان وأنا قراراتي شفتوا أني اتخذتها والناس الكل كانت متفهمة. مخرجات القانون اللي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية يعكس إرادة سياسية وسياسة عمومية من أجل تسيير أو تحسين النمط التسييري لهذه الهيئات الوطنية. نظن أنه كما تكلمنا أنه حتى ممثل الاتحاد الدولي النصوص القانونية هي دائما قابلة في إطار الأطر القانونية أنه قابلة للنقاش مع الهيئة الوصية بما أنه الاتحادات الوطنية أولا لو نتكلم على كرة يد لازم يجب أولا ترجع للشرعية وتكون عندها رئيس وأعضاء مكتب تنفيذي من شأنهم أنهم يرأسوا الاتحادات على حسب خصوصية كل اتحاد من أجل إعادة النظر في بعض القوانين وهذه القوانين كما تكلمنا ليست قرآن منزل هي نصوص قابله للتحسين وللتحيين. تفاصيل فيه نقائص احنا صادقنا عليه باسكو لازم نصادقوا عليه سينو ما تروحوش للجمعيه الانتخابيه ان شاء الله مور اذا ترشحنا عاودنا خرجنا راح نعاودوا نديروا لجنه ونديروا جمعيه عامه استثنائيه نعاودوا نشوفوا النقائص تاع القانون هذا ونزيدوا نكيفوها مع قوانين الدوله. جزائر تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.